If I may, Congressman, thank you very much. محمد نظاف كولورادو دنفر. السؤال ديالي موجه للسيد الوزير على حساب الاستثمار. قال لك الناس ديال الجاليه في الستينات كانوا كيستثمروا في العقار، لان العقار واحد الحاجه اللي يعني مضمونه 95%. بالنسبه لنا حنا دابا ما تنعرفوش شنو هما الحوايج اللي قدو نستثمروا فيهم، وشنو هما يعني يعني شحال في المية يمكن لك تكون تنجح في هذا الاستثمار اللي يمكن لك تدير في المغرب؟ السي الوزير نو صحيح، هذا موضوع مهم، ولهذا من في اطار البرنامج اللي تنشتغلوا عليه والدراسه اللي قلت لكم احنا بصدد شنو القيم بها، هي انه غادي نتمكنوا باش نعرضوا على الجاليه شنو هما القطاعات اللي يمكن لهم يستثمروا فيها اليوم، شنو هي القطاعات اللي فيها حدود كبيره ديال الاستثمار. اليوم عندنا عدد من القطاعات بحال الاوفشورينغ، بحال السياحه، الفلاحه الى غير ذلك. وبالتالي كذلك كنهدفوا باش نبينوا شنو هي التحفيزات اللي موجوده اليوم اللي كتعطى المستثمرين سواء كانوا مغاربه او اجانب، لا في المجال ديال الضرائب، ولا في المجال ديال الفونسي ديال الارض، ولا في المجالات ديال التبسيط ديال المصادر. ولهذا غادي نبلغكم في المستقبل بكل هذه الاشياء في تفاصيلها، باش تكونوا هنا على علم شنو هما القطاعات اللي فيها امكانيات، وشنو هي الطرق اللي خصكم تتبعوا، وشنو هي كذلك الاجراءات اللي يمكن تستفدوا منها. هذا من المواضيع الاساسيه اللي حنا تنشتغلوا فيها. السؤال توجه لسعاده الوزير، وبالخصوص في الموضوع الثالث اللي طرقتي ليه اللي هو ديال التربيه والتعليم. في هذاك الموضوع كما تعلمون انه تيخص الجاليه كلها، وإحنا في غضون الجيل الأول اللي هو تقريبا من 3 سنين حتى 13 سنة، في خصوص هذا الدروس الصيفية أو المخيمات الصيفية، شنو هما الأعمار اللي هي تتخص هذه الجالية؟ والجانب الثاني شنو هما هذه الدوريات؟ واش هي دورية أسبوعية ولا دورية تتمشي من شهر حتى شهرين؟ ولا كنت فهمت شنو هو الموضوع ديال الدورات الصيفيه اللي حضرتوا عليها في الجزء الثالث؟ شكرا. كاين جوج الحوايج خصنا نفرقوا بين جوج الحوايج. مخيمات صيفيه شيء رحنا تنديروها عن طريق مؤسسه الحسن الثاني، تتمس الى حد الساعه ماشي عدد كبير، تتمس 1200 طفل، تيجيو تقريبا ما بين 12 و15 اليوم كل فوج. هذا تنأملوا باش نرفعوا لهذا العدد ابتداء من السنه الماجيه ل 2500 طفل في السنه، والعمار ديالهم ما بين 8 و14 سنه. والمساله اللي هضرت عليها هنا هي الجامعات الصيفيه للتعليم ديال اللغه العربيه وكذلك الثقافه المغربيه. وهذه الجامعات غادي تعمل المناطق اللي غادي يكون فيها الجاليات، وغادي تفتح الاطفال ديال الجاليه باش يتعلموا في هذيك المده اللي كيجلسوا المغرب اللي كيرغب منهم، وخاصه ان هناك طلب كبير في هذا المجال. وتنأملوا على انه غادي نمكنوا خلال الصيف باش نمسوا واحد العدد ديال الاطفال باش يعرفوا شويه بعض الاشياء على البلاد، وكذلك يتعلموا قواعد ديال اللغه، قواعد ديال الدين الى غير ذلك من الاشياء. هذا بالإضافة للأشياء اللي غادي تدار في البلدان اللي هما ساكنين فيها. شكرا. This is a question to Congressman. As you know, the Sahara issue is the major cause for every Moroccan, or the core cause for every Moroccan. And we know that Algeria and the Polisario with Algeria with
all the money they get in the last 3 years because of the oil prices, they have big advantage over Morocco. And I guess to lobby the Congress. What advice would you give every Moroccan and these associations to get this, their message across to the Congress without having to go through lobbyists and so on? Well, first of all, it may come as no surprise to you that about 99.9% of Americans don't even know the conflict exists between Algeria and Morocco over the Sahara. I had a Fulbright scholar in my office for a year last year named Mustafa, who was a newspaper man from Rabat. So I probably knew more about what's going on in the Sahara Desert in that part of the world than anybody else in the entire Congress, because I had somebody who lived and died and told me everything, every little, he picked every piece of thing from the paper and brought me and showed me exactly what was going on almost day to day. I think that the issue here, although you say without having a lobbyist, a lobbyist is somebody who brings information. And I would encourage all the Moroccan organizations, and I say this to every group, that you should get to know your congressperson, whether man or woman. And first of all, somebody said earlier in the day, don't make your mind up about what they believe or what they think from what you read in the newspaper or anything else. Go and talk to them. Now, all of us like to have our name around the community, so if you're going to have a Moroccan event, invite them. Give them some publicity. Then they get to know who it was that got them to the big group where there was 200-300 people. Then you go and you talk to them and give them the information. I think it isn't necessarily done with a lobbyist. Well, the lobbyists would be glad to take the Moroccan government's money. But the fact is that a more effective way of getting your story to the Congress and to the, and you have to, again, do some research, find out which members are on the Foreign Affairs Committee that are in your area, what ones are on the Appropriations Committee, and work on those people, whether they're Republicans or Democrats. Here's one place where I do not believe in partisanship. If you have an issue, go and talk to both sides of the aisle, because you don't know who will be your champion or who will be the most effective in moving things for you. So politics, unfortunately, in the last 8 years, we have denigrated diplomacy. But being a citizen diplomat and going and talking to a congressperson and telling them about some situation over there that you know about will raise their awareness in a way, because they'll say, I know him and I know who he is. A lobbyist comes into my office, I know they're paid to tell me a story one way or the other. So I don't really pay a whole lot of attention to lobbyists. But I will pay attention to somebody from my district. And I